ضيفنا في الساعه الاولى سامي العروس اللاعب السابق الترجي في تونس، اكيد نحكيو معاه على مقابله السوبر كوب البارح بين الاسبيرونس والزمالك. سامي كنت تحكي، حسب ما فهمت من كلامك تلخص انه مستوى البطوله ضار شويه الاسبيرونس من ماتش البارح. صحيح مستوى البطولة كان ضعيف برشا بالنسبة ليزيكيب افريكان، معناتها مقارنة بليزيكيب افريكان، وسيرتو معناتها احنا في الكورة نتاعنا في الستيل نتاعنا نحبوا نابليكيو، معناتها ثم حاجات ما تمشيش هنا تمشي هنا، كيما قلت لك الستيل دو جو نتاع الترجي لازم يكون قوي برشا جمعية باش تهيمن برشا على الجمعيات الكل. الأخطاء نتاعك تنجم تتعلم منهم. لقينا برشا صعوبات سنة في مع جمعيات كي يعملون البلوك با مربوط بمجهود فردي من الهوني تراجع اليوم ولات ولا لا هي رو اسمعني فانجيري يقول لك الكاترو تروا دي تطبق فيها احسن كيب هي البرسا، علاش خاطر عندها تروا زاتا كومبيتور، عندها نيمار وقتها وعندها سواريز وعندها ميسي، احنا توا في الاسبيرونس لي تروا القدامين ماهمش ستابل، يعني كل مره يهز الحمل البريود الهوني في الاتاك، مرات يجيك الوترا ومرات يجيك الخنيسي وبنساحة مازال بعيد على البونتويت، يعني مازال بعيد، يعني ثم الميزان قاعد يميل وقاعدين يقراو فينا معناتها الجمعيات قاعد يميل شيرت الهوني برشا، حتى في خسرنا حتى كون احنا اللي في السربريز يعني خسرناه ما عادش ولا نحس ويعسوا علينا برشا ويحط لك حتى يحط لك دو كونترا سيره الهوني ويعمل لك الكوفرتير الاكسيال مع الريير، وميم طون انت باش تلقى روحك من الشيره الاخرى ما انت ولا في البوانت القدام كي يخرج لك وترا، هل انه باش يخلط بالغيث يصير تو في ريتم عالي والا باش يخلط كوامي في ريتم عالي صعيب برشا، وما عندكش كتير من بعيد ما عندكش كون يشوت في الاسبيرونس، يعني برشا حاجات يلزمها تتخدم في الاسبيرونس باش نجم نقولوا قوه ومنظمه والنجم، خاطر راهو في الكوره ما تنجمش تشد حاجه تتحفظ لك هكا، واذا كان تحفظ تولي تخسر حتى الفالور القوي نتاعك، حتى الهوني نجمو نخسروه خسرناه الهوني راهو دو تروا ماتش الاخرانيين الهوني معناتها قاعدين حتى اللي زاد الديفونسور ما عادش يمشوا له. باش نختموا على الماتش السوبر الاسبيرونس عندها زوج مقابلات في الشامبيونز ليغ مع الزمالك، شنو لازم يتغير في المقارنه مع ماتش اللي فات؟ حتى شيء، نحط ساقينا في القاعه ما نحلوش اللعب كما حلينا اللعب المارك، ما نلعبلوش كما لعبنا الماتش اللي فات، كنا نجمو نلعبوا البلوك نتاعنا، كنا نجمو نسكروا، كنا ما كناش نعملوا الروتاسيون، ما كناش نزربوا، كنا نجمو نستناو الغلطات نتاعهم هما، خاطر الكره زاده راهو مش ديما انت فافوري ولا تنجم. اسمعني في تونس حتى لو كان نغلطوا نحكي معك بصراحه الترجي تغلط وبرشا مرات الترجي غلطت ومركونا ورجعنا فهمني ولا ثم مقابلات ما تنجمش ترجع، وبالرغم هذا ماتش الزمالك رجعنا في اللعبه، خاطر تبدا قوي وستيل نتاعك يمشي ترجع، لكن مرات ما تنجمش ترجع خاطر تجيك مع جمعيات وديفونس وستيل هو بيدو سنتراج على اليمين يخلط سنتراج والا باش تتعمل على الهوني يتسكر لك اللعبه ولا باش تلعب الباسلون ما تنجمش ترجع، واذا كان الوقت يمشي بيك وما تنجمش ترجع دونك السيستم تاعنا يلزمنا نراجعوه شويه، يلزمنا ما نقبلوش خاطر كي تقبل تولي خايبه، ستيل هذاك ما يمشيش مع الجمعيات الكل ما نجموش نلعبوا به الجمعيات الكل، هي البرسا وقت خرج نيستا وخرج اكزافي تحسها عملت بريود في الوسط زاد ضاعت شويه وما عادش ستيلك قوي كالتيكي تاكك اللي تخرج لك ديما 4 3 4 3 تربح، يعني ومع ايكيب جديده مع دي جوار صغار يلزمنا ننظموا نحفظوا ستيل برشا نعملوا الانيماسيون اوفونسيف نخدموا عليها برشا خاطر ما تمركيش ديما تقعد، راه في تونس ما يصبروش عليك حتى كي تدور الكوره وانت ماكش رابح ولا في النيول ديما يقعدوا يخزروا لك انت ما عندكش الحلول ما عندكش السوليسيون، مش يخزروا الستيل دو جو نتاعك يخزروا ديما للريزلتا اكثر من ستيل دو جو، دونك يلزمنا نخدموا عليه برشا ستيل هذايا ونحاولوا نكونوا كما قلت لك نرجع ساقينا في القاعه ونربحوها الزمالك غادي عادي ونجموا نربحوها في تونس خاطر ماناش مطالبين باش نفرجوا ونربحوا. انت كنت ملاعب وتعرف حاجات كما صار قبل الماتش مثلا اعتداء على حافله نتاع الترجي في الدوحه من قبل الاحبه من الفريق هذا نجم يشوش على اللاعبيه هذا ولا هي راهي ما تجيش نورمالمون سبور يقعد سبور، لكن ما نظنش كان باش يوصل الملعب خاطر يعرفوا اللي هذه حاجه اكسترا والجوار يبدا متحضر منها في الافريق زاد عندك الاكسترا هذوما عندك الحاجات اللي تجي من برا هي ما هذه في جمهور تونسي ضد فريق تونسي في بلاد اجنبيه معناها باقي الشيء لا يقاس عليه ما تجيش هي محاله ما كما قلت
مش مدخلها في المقابله لانه هذه حاجه جديد. ما هي ما تجيش في الكوره، ما تجيش في الديسبلين، ما تجيش في الاخلاق، ما تجيش حتى في السمعه في كذا، ما تجيش مع جمعيه التوانسه. واحنا ديما جيران واخوات وما نجموش نوصلوا لتاب نجموا نضروا بعضنا معناتها. كيف كيف من حاجات الهويه مش قبل المقابله، الحكايه نتاع الزمالك باش يلعب ما يلعبش، وشفنا ايضا حتى احباء الزمالك عاش كان شفتوا هبطوا بيان في شويه تشكيك من ترجي في التونسي، هذه حاجه لكوليس ياثر ولا لا؟ زاد نجم تقول ياثروا. الضغط قاعد يمكن الرئيس الجمعيه يمكن تاعهم حتى اللي تيتر هذايا الاسبيرونس معناتها دازوا له معناتها نتاعكم واحنا ما حسناش بيه، وجواريات ما يعرفوش يلعبوا وما يلعبوش وما عندهمش ضغط نتاع السوبر كوب هذا، مش كيما احنا حاطين ضغط على المدرب وضغط على الملاعبيه والتيتر لازم وهذا التيتر نقصنا وهذا 25 سنه ما زيناهوش وخسرنا عامناول وما يجي والانترونير ما يجيبش التيتر هذا. يعني الضغط حطيناه كبير على الملاعبيه وحطينا ضغط كبير على الستاف تكنيك، هما بعدوا الضغط هذايا وكان بوزيتيف لهم هما وكان نيجاتيف لنا احنا. تحس حتى الشوك موجود، تحس الخوف موجود، تحس حتى في الاخر في ربع ساعه الاخرى حتى في الانديفيديوال في لان كونترا ما عادش ياخذ الريسك، الجواريد قاعدين يجريو في اللعبه وكبر علينا الضغط. بالنسبه للبيان نتاع حب الزمالك اللي شكوا شويه في القاب الترجي وفي تاريخ الترجي، هذه كل كواليس معناتها معروف هو البريزيدون تاعهم، اي البريزيدون تاعهم يتكلم برشا ويصرح برشا ويحكي برشا، والكلام تاعه هذا معناتها حتى حباء الزمالك باش يشكك، يعني دخلنا في متاهات اخرى ما تضر الكره التونسيه. تصريحات زياد الجزيري خلات شويه هكا ديكلونشيت الحكايه هذوما. صحيح زياد الجزيري غلط، غلط غلطه كبيره في حق الترجي، كارو يطلب السماح، حتى احنا زدنا بلعبيه ولعبنا في الكوره ولعبنا واسمنا. وانت عاصرت الفتره اللي حكي عليها. عاصرت الفتره وكنا النجم وزاد نرجعوا عليه ونشكوا في القاب النجم ونجم نشكوا في النجم الرياضي الساحلي وندخلوا في متاهات خايبه. ثم ستاتيو نتاع جمعيه نتاع جمعيات لا زياد الجزيري ولا سامي العروسي نجم يوصل لهم. ثم الناس لبست المريول اكبر من زياد الجزيري واكبر من سامي العروسي اللي في النجم الساحلي ونحترمهم ولبسوا المريول وتفرجنا فيهم صغار وحبيناهم وحبينا كورتهم. تجي انت كعصر كجينيراسيون، تجي في جينيراسيون لعبت معاهم كوره ولعبت معاهم في فريق قومي ويتسميوا اصحابك، يعني طارق ثابت وشكري الواعر وراضي جعايد يسمي العروسي. تجي انت ثم الناس مغرومه بها صغيره، ما همش حابين نبك ولا حابين الترجي، ما تعرفش كارير وما تعرفش التاريخ وما تعرفش، ما خلطتش عليهم. واحنا احنا في تونس ما زلنا مانيش نعدوا في التلفزه، كل جمعيه عندها الشان نتاعها وتعدي في الـ في الـ في, الـ في الماتشات نتاعها وترجع ويحفظوا جوارات ويحفظوا الصغار اللي طالعين يحفظوا الاسامي هذيك وشكون هذاك. انا بيناتنا نحب من مراد لكن ما تفرجش فيه. انا بمراد يحكيوا لي عليه ما تفرجش فيه. تميم عبد المجيد بن مراد لا ما خلطتش عليه ما تفرجش فيه لكن يحكيوا لي وقابلته دو فاز فاز وقلت له والله نحب نتفرج في ماتش، نحب نتفرج في ليزياس التكنيك نتاعك. ما خلطتش على تميم الحزامي، ما خلطتش على برشا اسامي كبيره ما نعرفهاش. جي انا واحد مثلا يجيني يقول لي راهو كل عام راهي الترجي راهي كذا، يعني اللي عمله زياد الجزيري راهو غلط كبير برشا وراهو دخل في سمعه حاجه اقوى منه اكبر منه اكبر منا، جمعيات اكبر من اللاعبيه. انت كنت شاهد على الوقت هذاك في فتره تسليم شيبوب، شنو باش تنجم تجاوب شنو تقول له؟ كيفاش كان ترجي ربح ماتشاتها معناها؟ سيرتو نعرفوا كيف فما لاعبيه كبار في ترجي وقت. انا نقول له ربحناكم بالتلين بالالمان بالفرنسيس، ما ربحناكمش باربيترات تونس، عمري ما ربحتكم باربيتر تونسي. ماركيت لكم في سوسه، ماركيت لكم في تونس، نحيت لكم تيتروات من سوسه، نحينا لكم ست بوان تاع اللي نتاع رادس وباربي تراجيت الكل زاد الماتشات الكبار الكل تاع سي اس اس والكلوب والاتوال لعبنا، ما لعبنا حتى ربيت التونسي تو هم يلعبوا بربيت التونسي، احنا عمرنا ما لعبنا بربيت التونسي. وصحيح كانوا في بريود اقوى منا، جت بريود وربحونا ثم عام اقوى منا وربحونا، لكن رجعنا عليهم وعاوننا الواحد ومن بعد امتلكنا الكوره سبع سنين. خاطر انا اول واحد قلت كي تلم الاسامي الكبيره هذيك، الاسامي الكبيره هذيك ما تنجمش تشك فيها، كي تحط ان ايكيب هي فرنسا على شازت كوب دو موند، هزت كوب دو موند 98 فرنسا، خاطر زيد كي تلم زيدان وتلم تيري اونري وتلم تورام وتلم فيادا وتريزيكي تلم الاسامي هذيك الكل وتقول ما نهزش كوب دو موند، لا تهز كوب دو موند. وانت كي تلم شكري الواعر وطارق ثابت وعايد الحمروني وسامي العروسي ولو انه مش ديما صحيح هذا لما كوكب من النجوم هزت شيء فيجو راول ورونالدو زيدان هذيك هذيك في فانت كارير برشا وذاكم على عام وبيكام على عام وما تفهموش. احنا لعبنا بعضنا سبع سنين وست سنين. يعني شوف
سامي العروسي وعايد الحمروني وطارق ثابت وبدره وجعايدي وشكري الواعر وحكيم نويره وسيراج الدين شيحي ما نجمش نسمي اكثر خاطر برشا ملاعبيه كبار وعبد القادر بن حسن هو صحيح في البريود هذيك الاسبيرونس كانت هي تاخذ لي جوار الباهين من الجمعيات الكل هذا كفاش فافوري الاسبيرونس اما سير تيران سير تيران راك تحط حتى اسامي مع اسامي راك بعاد عليهم برشا فهمت ولا واحد حتى يتوال كان فيها ملاعبيه كبار وقتها زاد كيما بيا ما عرفش برشا ملاعبيه كبار لا ما لعبوش مع بعضهم برشا هما خرجوا معناتها ما قعدوش لكن في الجمعيه في ستابيليتي نتاع الجمعيه الاسبيرونس هي اللي لعبت على الشامبيونز ليغ وهي اللي هزت الكوب دو كاف هزت كوب دو كوب هي هيمنت على الكوره في تونس في البريود هذيك كيما تطور الاسبيرونس ما تنجمش تشكك فيها خاطر الاسبيرونس اقوى منك في الاسامي نتاع الملاعبيه اللي عند الاسبيرونس والفلوس اللي عندها والكاليتي تاع الجوار اللي عندها بعد عليك برشا ما تنجمش تجي بعد 20 سنه يجيك جوار يقول لك لا والله في البريود هذيك فلوس حمدي المد اي فلوس حمدي المد ماهيش كوره صحيح الريال مدريد ماهيش فلوس البرشلونه ماهيش فلوس المانشستر سيتي ماهيش فلوس هذوما فلوس كوره فلوس باش تقول لي كوره حاجه اخرى سامي انت حصلت زوج فترات لو كان تعمل مقارنه بين فترة هذيك وفتره تو حمدي المد زوج فترات كيف كيف بالنسبة لي أنا كيف كنت تعتبر أنجح رئيس في الترشي؟ سليم شيبوب ولا حمدي المدب؟ هما زوز هزوا برشا تيتروات معناتها وزوز الجماهير نتاعهم في البريود نتاعهم فرحانين بهم زوز يعني فجماهير الترشي فرحانة بالبريود اللي عاد سليم شيبوب وجماهير اللي توا موجودة وإحنا منهم زادة موجودين فرحانين باللي يعمل فيه حمدي المدب سليم شيبوب صديفير بيناتهم وزوز كل واحد فين مشى فين خدم خير سليم شيبوب خدم الإدارة خدم لوتيل خدم الديريكسيون تاع الاسبيرونس بدل حاجات اللي اللوم فيها شوية حمدي المدب يزمو يخدم في الكوتية هذيك يزمو يخدم عنده لي مويان باش يخدم ويخلي زاد التراس نتاعو تو انت مثلا بتجي بعد 10 سنين ولا 20 سنة باش تقول والله حمدي المدب هز دو كوب دافريك لا باش تقول الاسبيرونس هز دو في شنو لازم يخلي البصمة نتاعو يخلي البصمة نتاعو مثلا عنده لي مويان باش يعمل شان نتاع التلفزه باش يعمل تيران دونترومون واحد سينيور وحده معناتها ما يلمش فيه فما مشروع نتاع ملعبه اي عنده لي مويان هذوما ينجم يعمل ديريكسيون تكنيك كبيره ينجم يعمل دوزيام ايكيب خاطر توا حمدي المدب عنده بروبليم اللي انا نشوف فيها اللي هو الانتيغراسيون نتاع لي جوي صغار في السينيور اللي سوتو في الجمعيات الكبيره في الجمعيات الكبيره ما تنجمش تدخل الجوارات الصغار يلعبوا تولي تسلف تولي كذا تنجم تعمل اون دوزيام ايكيب كيما تعمل تشيلسي تمشي تختار ايكيب في اختار تشيلسي تختار ايكيب في هولندا كيما اختاروا ايكيب في بلجيكا يختاروا ايكيبات الكيبات الكبار يختاروا ايكيب صغير وحط فيها جواراته تنجم تختار ان ايكيب ولا تعمل ايكيب دوزيام ايكيب تحط فيها جواراتك وتعمل لو ميم ستيل دونترمون ميم ستيل دونترمون ميم ستيل تاع الماتشوات وميم ستيل تاع ليكيب سينيور نتاعك وتحط ان بون انترونور وهكاك صغارك يبدو موجودين مستحفظ عليهم مش تسلفهم كل عصافر كل واحد في بلاصه كل واحد يعمل سيل دو جو ومن بعد تحب تلمهم. باهي نحكي شويه عليك انت سامي علاش كيما مش مشيتش بعيد شويه على ترجي اليوم؟ انا ملي كملت كوره 2004 قعدت بعيد لاني انا مانيش من الناس اللي باش ندق البيبان انا ولا عايشك ولا انا ما نحبش كلمه لا في حياتي عمري ما نحبش نسمعها كلمه لا قعدت بعيد حتى 2010 2010 في الاسبيرونس ما دخلتش ما مشيتش ما دقيتش الباب ما عنديش علاقات كبيره نتاع اللي هو توا في تونس يقول لك بلدي مانجر يقول لك معارف يقول لك كذا ما عنديش شكل انا انسان متربي برشا متخلق نحب نكون ديما في فالور معين ما نحبش نطيح ولا ما نحبش نكون تحت حتى نخدم حاجات اخرى تحت الواحد نحب ونات نحب نكون ديما واضح قعدت حتى 2010 وجتني فرصه وانا بحذا الدار حمام مش جاتني بوس دريه بديت وعندي لي الافكار بتاعي يعني نقرا على روحي عملت كاف بي ومتوا انت كملت 2004 من في البريود هذيك من 2004 حتى 2010 ايش قعدت تعمل؟ نقرا قعدت نقرا نتبع في الكوره تاخذ الدبلومات نتاعك معناها فوالا اما طولت المده ليه ما دخلتش الكوره ما لقيتش شكون يعيط لي نحكي معك بصراحه ما لقيتش شكون يعيط لي كي عيطوا لي بوس دريه نحكي لك انا العام الاولاني شعملنا في بوسدري عملنا في ماتش 18 فيكتوار دوني طلعنا يعني طلعت بوسدري ما سمع بيا حد في بون باش نعطيك حاجه اخرى زيدان لو ميم لو ميور اكزامبل يعجبني انا في العالم في لونترونور اش عمل هو ثم ناس ذكيين راهو في الكوره ذكيين لكن احنا كيفاش نجموا نستغلوا الناس الذكيين هذوك تو مثلا انا انترونور انا تو في الكارير نتاعي في الكوره انا نقول للجوار ما تمشيش للجمعيات صغيره
ما تخاطر باش تعمل انت اسم في جمعيه صغيره، راك باش تدخل بجمعيه صغيره باش تشكل كف، لازم تدخل بجمعيه كبيره. باش تدخل بجمعيه كبيره باش تقعد اسمك عالي. توا زيدان بطل الكوره، لو زيدان بطل الكوره قاعد بعيد يمكن برشا من طويله. لونتر البريزيدون تاع ريال مدريد يعرف زيدان ويعرف الذكاء نتاعو، قال له اجي كون مستشار نتاعي. دخل مستشار نتاع بيريز. تحس انت غلط كي مشيت للسعوديه معناها؟ اي غلط غلط، اي غلط. دخلت بجمعيه صغيره، امبوسيبل تدخل تو. معين دخل بحمام لم، ودخل ادجوان في الاسبيرونس، فهمني ولا؟ دخل بجمعيه كبيره، دخل ادجوان في حمام لم، دخل ادجوان في حمام لم، ودخل. بون احنا في تونس يبدا ادجوان وبعد يدير لونتورنير يلقى روح. هذيك هذيك اللي ماشي بالضبط. كي دخل زيدان مستشار من بعد حطوه زيدان حماوه، حطوه ادجوان تاع لا حطوه ادجوان تاع لا كان قبل يعني في ليكيب الثانيه زاد بل ميراني حطوه ادجوان تاع انشيلوتي. من بعد الجون تاع انشيلوتي حطوه وحده في ليكيب الثانيه. من بعد حضروا انترونور كيب سينيور، هكا يتحضر الانترونور يمحمي ويبدا بالكبير. معين صحيح بدا بالكبير، بدا بالاسبيرونس. خليني في سامي العروسي، ما جاوكش فرص تاو سامي؟ لا لا ما جاتنيش فرص. انا مشيت، انا زيد حبيت نعمل سبيسياليتي نتاع انترونور دي زاتاكون في في الاسبيرونس. وطلبها انا تو خاطر اسمعني، اللي زيدين تاع لي زاتاكون انا راهو من الناس ما غير فخره، عمري ما قليل خرج ماتش 0-0 يعني. عندي الذكاء نتاعي في الفيديو متر، عندي الوقفه نتاعي، عندي نقول لك هو مزهار. لا انا خدمت حتى مع المستير خرجت ميور بيتور، حتى مع حمام لمف زاد خرجت بيتور زاد المركي. التراجي ينقصها ان دي زيدين تاع اتاكون، خاطر راهو الكوره لاتاكون ثم برشا يتفرق برشا حاجات، راهو ثم حاجات لازمك توصلهم للجوار. حكيت مع الاداره في الموضوع هذا؟ لا مازلت ما حكيتش، مازلت انا مش حط دوسي، مش حط دوسي، ما عرفش كيفاش تصير الحكايه. حضر دوسي حاجه. ثم ترافاي حضرته، خدمه قدام الكاج، كيفاش نخدمه، كيفاش نخدمه مع لي زاتاكون، كيفاش سان داونز عندها، جاتني الفكره وقت جيت تفرجت سان داونز عندهم مونتونير تاع زاتاكون يجيبوها من الصباح دو فوا يراني لاتاكونات يراني. خاطر شنو؟ ناقص راهي اللحمه بين لاتاكونات في الاسبيرونس. انت تكون لك اللحمه ذيك لازم تلموا الكل على واحد برك، على ايدي واحده. ليدي واحده لو ما يعطيهاش الجوار يعطيها لونترونور. يعني كلموا انا لونترونور ولموا لي زيدي الكل حطوهم على ايدي واحده باش الجوارات الكل تفهمها مع بعضها. نولوا نخدموا ما ريناش لي زين دو بين الجوار اللي تكون مع بعضنا، ما ريناش لي دو تروا، ما ريناش الخروج والدخول. انا قبل العيد الحمروني كنا نتفاهموا، انا عيد الحمروني نقول له نخرج انا تدخل انت، ولا تخرج انا، ولا هو تكون ولا انا دومي ولا هو دومي يعني. وخدمت برشا انا مره رجعت للاسبيرونس، رجعت وقتها علي زيتوني وكانديا ما مشاوش والريتوال هربا 7 بوان. لكن كي رجعت انا لقيت الحلول مع كانديا يحب يقعد في الديزويت، ما ندخلش معاه للديزويت، انا نخرج من الديزويت. يعني يلزمك اتاكون، يلزمك تفهم كيفاش تلعب، كيفاش تقرا اللعب. وهذا هو توا اللي نحاول باش خاطر ماكش تجي تشد تقول له لا اعطيني الترجي ولا خراني، لا مادا صعيبه مستحيله في تونس. ادخل في حاجه معينه قبل قريت لك بليتو سمعت لك ديكلاسيون في راديو ميت، قلت بعيد على الترجي خاطر متسمين على سليم شيبوب. تنجم تقول، تنجم تقول علاش؟ خاطر انا راه برشا ملاعبيه من الكارير نتاعي انا بعاد على الترجي. ونلوم انا سي حمدي المد في الحكايه هذه، قول علاش ما تلمش ليزونسيان جوار الكل راهم متربين ونحترموا الناس الكل ونحترموا لي زونترونير الكل، واحنا نخدموا في لي بيريود نتاع لي بريزيدون ونحترموا نحبوا بريزيدوناتنا الكل نتاع الترجي ونحبوا الترجي. ما نحب كنت نجم حتى كي نجم يعمل ان بتي ديريكسيون تكنيك ياخذ لي زيدي. فما في بالي جمعيه نتاع قدماء اللاعبين عملها حمد المد في الترجي. جمعيه هذيك مش قرارات، ثم حاجات، ثم مستشارين، ثم اعمل حاجات باش تلم الناس، فهمت ولا؟ ثم تاخذ لي زيدي تو انا اللي راه فيه لي سونتر المسكرين مسكر كان قبل شكري راه نخدم شويه زياد المساني، نشوف فيه مع طارق دياب، نشوف فيه مع نبيل معلول، نشوف فيه مع المساكني، نشوف فيه مع ما شفتوش مع لي زونسيان جوار جينيراسيون تاعنا. نبيل معلول نبيل معلول في جينيراسيون تاعكم؟ لا مش جينيراسيون تاعنا، قبل شويه اكبر منا جينيراسيون تاعنا هي المظلومه. جينيراسيون تاعنا طارق ثابت عبد الله الشيحي بون شيحي راني في ليجون. تتصور معنا متعمد الحكايه هذه انت؟ الشيحي موجود في ليجون فكرتني صحيح. يمكن ما خدمناش معاه، يمكن ما قابلناهوش ولا ما حكيناهوش مع حمدي المدب، يمكن حتى احنا ما عطيناش البروبوزيسيون، يمكن نكون زاد فالي حتى حكيم منويره في ليجون موجود. يمكن احنا اسمعني ثم القرارات، ما تقوليش في ليجون، شكون ياخذ القرارات الكبيره؟
القرارات الكبيره اللي ديسيزيف كنت نجم انت في اللي ذات كون تقول والله برا نوسع شوي ونقول هاو عندي انا هاو مستشاري سامي العروسي مثلا في اللي ذات كون انا مش نبعث نشوف هاو قال في فكره هاو قال كذا حتى مورا المو تو الجمهور اش يقول لك هاي لعبوا الخنيسي ما مشيش الخنيسي شبينا ما لعبناش وترى ما مشيش وترى ايش بينا ما لعبناش الخنيسي ايش بينا اش يعمل بنساحه يكون جابوا بنساحه وش بيها كي يلعب بنساحه وش... اي ثم حاجات كي يخرجوا الناس تتكلم تقول راهو الكاليتي هذه والكاليتي هذه ونخدموا على الكاليتي هذه وهذا معنا الوحده نتاعو ورانا في البلوك با ما نحلوهم كان بوترا راهو كي تبدا السباس عندنا نلعبوا الخنيسي وراهو هذا هو معناتها الجلوبال مو وما نحبش انا ما نحبش انا نكبر الموضوع اما ديما نقول صحيح ثم نقص منا نحنا وزاد احنا لي زونسيان جوار وقدرنا وكذا ثم شكون يعيط لنا نحب شكون يعيط لنا شكون يبشبش بينا واحنا من بعد نظهروا اللي احنا زاد نحبوا ان شاء الله مازال 5 دقائق على 4 دقائق في الحصه نتاعنا سامي نحبوا نكملوا مع كويز حضرنا الكويز نمشيوا للكويز وبعد نكملوا في زون ميكس الكويز مجموعه من الاسئله سامي جاوبنا من غير برشا تفكير شكون تعتبر احسن لاعب تونسي توا توا اي من غير برشا تفكير احسن لاعب تونسي ديجا قاعد تفكر انت يلعب برا ولا في تونس كيما تحب تونسي عنده جنسيه تونسيه عنده جنسيه تونسيه بدري احسن مهاجم تو بونتا تونسي زيد يفكر بسامي العروسي خسرناه في تونس وبالرغم شو يلوموني عليه الناس الكل باش يقولوا لي كيفاش لاتاكون كومبلي هيثم الجويني لما ما خدمش احسن لاعب في تاريخ تونس حضرت عليهم انا اي عجبوني زوز انا اللي هم حمادي العقربي وطارق قدير لاعب في بطولة تونس تشوفوا قادر ينجح في اوروبا في الاحتراف كان من الصغار يكون حتى اللي خرجوا ما نجحوش معناتها يكون يكون تشوفوا قادر ينجح يطلعش كان متربي وبي يكون بين رمضان يطلعش متربي وبي يكمل في كاريره شكون اقرب لاعب ليك كان لي انا أي. طارق ثابت مدافع كنت تقرا له حساب سالو تاجو احسن مدرب تونسي ترينت عنده زوز باهين وكل واحد فاش قوي مخ ودماغ يوسف الزواوي وديسبلين ونظره زاده وبي وبن يحيى مدرب عنده فضل عليك زوز بن يحيى ويوسف الزواوي ماتش ما تنساش بالرغم سي يوسف تخلفت انا وياه خاطر ثم بيريود خرج منها بالاسبيرونس تخلفنا كنت انا ميور بيتير كوب دو كاف وميور بيتير كوب دو كوب ومن بعد في هكا في دزه صغيره معناتها خلاني بعيد شويه شكون حط بلاستيك؟ طلع لي زيتوني وقت وخسرنا وقتها شامبيونز ليج الرجاء وانا غادتني ومن بعد خرجت انا وزاد خسرنا القلوب الصنوبر الغاني فينال يعني قعدت غادتني ديك شويه ومن بعد رجعت كان جيت انت مجرد ما تخسرش مع الرجاء؟ لا انا ما نخسرش انا تيترويت ما نخسرش يعرفوني لا صدقني متواضع على الاخر انا مشيت المستير 4 بوان في اللي ومنعتها قالوا المستحيل انا مش تمنع المستير 4 بوان وروتور منعتها والعام اللي بعده مستير دوزيام بلاس العام اللي مشيت للامارات هزيت شامبيونا رجعت لاسبيرونس ليتوال هرب 7 بوان رجعت وهزينا الشامبيونا مشيت الحمل مفتاحت قالوا طحنا زاد ومنعتها كاريري كله اسمعني نجاحات ما فشلتش في المنتخب ما عندكش علاقه كبيره ولا ما عمل لعبت حتى دقيقة في المنتخب ثم كليك في المنتخب ما حبونيش نلعب وما نحبش نحكي فيه الموضوع ينخبز يعني مبابسك شوية كيفاش تحبش تحكي فيه خاطرني أنا اسمي خوف كليك شكون مثلا موجودين ملي يتكلموا على الترجي تو زياد جزيري لا بعدك زياد لا في البيريود هذيك ما خلونيش نلعب مع 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 جوار من الاسبيرونس زاد ومعاهم زاد مع جوار اخر ما خليكش ومع جوار اخر من الكليب ما يحبوش ندخل في الاتاك يسمينا مثالش تي لا كاين شكون كاين وقتها وعادل سليمي كاين وقتها انا قلت لك انا قلت لك عديت دو فوا ميور بيتير في الشامبيونات في تونس ودقيقه ما بطيتش في المنتخب بيقول لي شكون ما نحبش نسمي ثم كليك مع بعضه قاعد مع بعضه ما يحبوش سامي العروسي يهبط في حتى دقيقه وكل انترونير يجي يقولوا له ذاك ما يلعبش ذاك ما يلعبش هما اللي كانوا كادر وقتها زبير بيا عادل سليمي برا امشي قلت وحدك معروفين باهي ماتش ما تنساهش التور 3 نتاع صفاقس دوما طلعت وقتها ومركيت 3 في صفاقس وكوب وترشحنا وكانوا 3 باهين كانوا 3 بونتوات قويين بونتو ما ننساش فينال سي اس اس والا بونتو الكامرون كوتون كلوب 3-0 3-1 احنا ربحين 4-1
مشينا غادي وصلنا تروازيرو وبدرة حمراء معناتها والمركب بونتو زينا بيه كوب دو كاف تيتر البونتو ذاك احلى بونتو سجلت المركب بونتو في ال 94 دقيقة ب 10 بهذايا مهم احلى بونتو سجلته سيزو مع المستير في كونتر جرجيس سيزو قلو حلوة برشا هدف منيت لو كان كنت انت سجلته انا سجلته هدف بونتو فان باستن ولا طارق ذياب هاك الفراب اللي تعمل لوب طارق ذياب مغرب اي والله اقرب جماعة ليك بعد تراجي انا نحب مقرين بتباع هذيك جماعة الام ونحب المستير برشا نحب حمام نمف ضم لعبت فيهم يعني خليت سمعة بيا ويحبوني نحب حاجة فيك ما تعجبكش صريح صريح وخسرت برشا حاجات خسرت برشا صريح حكى حبيت سمينا الملاعبيه اللي قلت عليهم كنتي صريح قلتهم الملاعبيه الاربع ستار سميت زوز سميت عاده سليم الزبابة وعندنا الاسبيرونس وعندنا بعض الاصحاب انا وياه شكون الاسبيرونس معاهم معاهم شكون ما الاسبيرونس صاحبي حتى اي ميسيج مادام تعديت والله صاحبي والله شكري والله صاحبي شكري والله صاحبي على الاخر زاد تولينا اصحاب بعض صراحه تبارك الله عليك طلعتها احسن لاعب في العالم في العالم توا زوز واحد ميسي رونالدو واحد يخدم وواحد جيني معناتها تم الكرة تتفرق بين التوش وبين الابليكاسيون وزوز هما قويين برشا وعملوا كارير كبيره برشا زوز احسن مدرب في العالم غوارديولا كانت هذه لوكويز لوكويز يعطيك الصحه سامي العروسي شرفتنا اليوم بحضرتك ما عادش خليك كنت حاب تضيف حاجه في الاخر والله الفوتبول في تونس نتمنى يتصلح برشا ثم حاجات لازمنا نصلحوهم ثم لي كاترو غران كلوب ثم افكار من عندي انا دي زيدي قريت عليهم وكتبت عليهم وعندي الواحد نتاع انا نقول ثلاثه افكار باش نغيروا الكره في تونس نهار ان شاء الله تستدعاني ونحكيوا فيهم الفكره الاولانيه اش تقول اخترينا لعبت لي كاتيجوري لعبت في الديفيزيونات الكل ورانيت في الديفيزيونات الكل الفكره الاولانيه اش تقول تقول لي كاترو غران كلوب ردوا بالكم راه عندكم برشا جوالات صغار باهين في الجمعيات نتاعكم شوفوا لهم حل اعملوا لهم ايكيب دو لي كاترو غران كلوب وخلهم يكوروا عندكم وتلهوا بهم وعملوا لهم ديزونترونير باهين خاطر الجوار في الديفيزيون هذيا في العمر هذاك يغلط برشا جوار يزمو يتعلم جوار يزمو يتحط في سيتياسيون صعاب نجم يتصلح باهي ليدي الثانيه نقولها الفيديراسيون باش تصلح الكره في تونس تمشي للسانكيام ديفيزيون هذه الاخرانيه اللي هي ديفيزيون ما تيحش لان راني تفاها وتقول الديفيزيون هذيك نعملها كان للتكوين شو معناتها يعني اكبر جوار تعمله في السينيور عمره 21 سنه ما تعملش سبورت رافاي فيها اعمل التكوين اكبر جوار 20 سنه وخليها الديفيزيون هذيك كل التكوين على خاطر حتى البريزيدون ما عندوش مشكل باش يتيح يعني جمعيه ما تيحش حتى لو كانت تكون جمعيه خايبه ما تيحش يا تطلع يا ما تيحش دونك خليها للتكوين الفكره الثالثه اللي انا نحب نقولها ديما معناتها ان شاء الله تدخل في تونس هذه الانترونير داتاكون الانترونير سبيسيفيك الانترونير كذا في كل معناتها بوست والانترونير مانجير يقعد الانترونير الكبير هو اللي يسير وهو اللي يخزر وهو اللي ياخذ لي زيدي وكيك تتحسن تتحسن الكره في تونس واضح يعطيك الصحه سامي عايش شكرا لك بعد شويه نحلوا ملف النادي الافريقي المواصلين حتى الخمسه بتاع الجاي يقعدوا معنا متبدلوش الموجه